أن تدخل إسرائيل وتقيم سدود جديدة على نهر النيل في السودان. ابقى معي سيد حميدة. وتجدد منابع المياه. ابقى معي سيد حميدة، سأعود إليك بالتأكيد. وما زلنا مشاهدينا الكرام مع الشأن المصري، حيث انطلقت صباح اليوم المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري والتي تضم 14 محافظة مصرية، حيث تجري الانتخابات على مرحلتين تحسم كل منهما نصف مقاعد المجلس المكون من 568 مقعدا من أصل 596 عضوا، على أن يقوم الرئيس بتعيين النواب الباقين. ويأتي انطلاق العملية الانتخابية وسط غياب شبه تام للمعارضة وعزوف الشباب عن عملية الاقتراع بحسب المراقبين. البرلمان اللي فات ساب الحكومة تعمل كل اللي هي عاوزاه، والوضع كان باين لكل الناس. الناس كانت تعبانة من إجراءات كتير قوي خدتها الحكومة. نتمنى البرلمان اللي جاي يناقش الحكومة في قراراتها. النائب ده طالع من وسط الناس، يعني شايف المشاكل وحاسس بيها، المفروض يروح يقول المشاكل ديت في المجلس ويتناقشوا في القرارات دي. عايز احس المرشح اللي انا بنتخبه دوت ان انا في اي وقت انا عاوزه الاقيه، ان انا الاقيه قدامي مش وقت الانتخابات بس. ينزل يشوف مشاكل الناس، ينزل يشوف مشاكل الشوارع، ينزل يشوف النظافه، ينزل يشوف المدارس، ينزل يبص على كل مشاكلنا، لان هو اساسا ده صوتنا اللي هو بيتكلم باسمنا. تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة مسنة في إحدى لجان الإسكندرية تقول خلاله أنها تعرضت لخدعة من قبل أنصار أحد أو إحدى القوائم الانتخابية، حيث وعدوها بالحصول على بعض الأموال مقابل التصويت لصالح مرشحيهم، ثم أخلفوا وعدهم على حد وصفها. فلنتابع. انتخبتي؟ انتخبت الدنيا. قالوا لك ايه بقى؟ قالوا لك ايه؟ ما الدنيا على قفايا. طب قالوا لك ايه؟ يعني قالوا لك ايه؟ قالوا لك ايه؟ هديك فلوس؟ استنينا وانت طالع من البيت. دوري كده يا حاجة، انت بحس مستقبل الوطن دول؟ قالوا لك هديك بون ولا ايه ولا فلوس؟ يعوض عليك ربنا بقى يا حاجة عشان هم ضحكوا عليك. بنات في العربية. معاهم بنات بس هياخدوها ليهم بقى، مش هيدوها لك، هيدوها لك ليه؟ اهو هناك اهو. بص هناك اهو العركة يا جماعة. في الحرمين دلوقتي عركة والناس كلها. لا هي خدته. تمام وضحكوا على الناس. هي اللي بتوزعه خدته. حراميه ونصابين. قول يا حاج عملوا لك ايه يا حاج؟ حراميه ونصابين. ضحكوا عليا. قالوا لي انتخب وانت طالع نديكوا الفيزا، طلعنا ما لقيناهم. هم دول يا حاج؟ دول يا حاج؟ دول؟ هم دول حراميه. تمام. ودونا على قفايا. وانت حاج انتخبت ولا لا؟ ونصابين. يلا. تمام يا حاج. هم قالوا لك فلوس ولا فيزا يا حاج؟ قالوا لي فيزا. وما اعترفكيش ولا فلوس ولا فيزا؟ ودونا على قفايا. تمام يا حاج. تمام. كما تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يقولون إنها لعملية تقديم ريشة انتخابية في محيط بعض اللجان صباح اليوم. فلنشاهد. هو الانتخابات اهي، ايه مصر، ايه مصر 2020 اهي يا جماعة. دي الانتخابات عند الحي بتاع سيدي بيش. ايه دي الانتخابات بتاعت النهاردة، الناس دي كلها ماشي واخدين بونات، واخدين بونات من الناس، واخدين حاجات منهم اهو. كل واحد بيخش ياخد البون بتاعه عشان يشتري صوته. حبيبي كمل توزيع، كمل توزيع يا حبيبي، يلا كمل توزيع. بصمتهم؟ كملوا توزيع. عربية مين دي يا جماعة؟ وسع كده. دي عربية أستاذ الحمامي المدرس الفاضل صاحب المدارس، الاستاذ الدكتور صاحب المدارس، اهو بيشتري الناس بالفلوس ويبصمهم، اهو بيبيعوا ضميرهم ب 100 جنيه، بيبيعوا ضميرهم ب 100 جنيه، بيبيعوا عيالهم ب 100 جنيه، بيبيعوا عيالهم ب 100 جنيه. بيحصل هنا دايرة مين؟ بيستغلوا حق الناس. متطرح؟ اه لحد هنا؟ لحد هنا ورمونا. رحت انتخبت ولبس انا وجيت ماشي اتوبيس. وبعدين؟ ماشي الاتوبيس. طب وادوك ايه بقى؟ ما ادونيش حاجه، ادوني على قفايا بس. انا هنفخهم هناك بس انا عايز اروح. ادي القايمه الوطنيه وادي مستقبل الوطن. اللي بيشتروا الناس بالفلوس، بيشتروكوا بالفلوس، بيشتروكوا بالفلوس. قيمتكم 100 جنيه بيدوها لكم، بتبيعوا نفسكم 100 جنيه.
نفسكم 100 جنيه ادي القايمه الوطنيه اهي ها بقى يا ده سارق ملح امن ولهب البلد وحاجه تسد النفس هم الناس والدين كلهم حراميين وعشان 100 جنيه جايين يتهنوا وضحكوا علينا عشان 100 جنيه وضحكوا علينا عشان 100 جنيه ادي نشوه الديب معايا نشوه الديب ضحكت علينا بنت امبابه اللي بتقول انا بنت امبابه كله ضحك على دول معلش يا اما كله برمس كله برمس احنا يا جماعه بس لازم نشوفوا على الناس الثلاثة على الناس اللي زيهم اه بنجري ورا الجنيه مش يبهدلونا ويجي يدوس على رجلنا يدوس على رجلنا بالعربية هي بعت لنا واحد مشاهدينا الكرام وفي نفس السياق الكاتب الصحفي أنور الهواري كتب على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كتب قائلا أو يرصد بالصور أجواء صاحبة العملية الانتخابية فكتب تحت عنوان مجلس نواب البونات ذهبت إلى لجنتي الانتخابية وأدليت بصوتي حسبما يملي الضمير ولا فارق يذكر بين هذه الانتخابات وانتخابات الشيوخ فمثلما كتبت لكم يوم انتخابات الشيوخ المرافق العامة حول اللجنة الانتخابية متدهورة والطرق متكسرة والزبالة في كل مكان يأكل منها الكلاب ويبحث فيها الإنسان عما عز عليه أن يجده في الحياة الطبيعية وسوف تجد في الصور المرفقة كلبا يأكل بنهم واستغراق شديدين كما سترى سيدة طاعنة في السن تلتفت حولها في كسوف وخجل ثم أعطت ظهرها للشارع ثم انحنت تبحث عن بغيتها في الزبالة الفرق الوحيد بين انتخابات الشيوخ وانتخابات النواب هو أن مطرح توزيع البونات وصرفها كان داخل المدرسة أما اليوم ففي مواجهة باب المدرسة باختصار شديد تقدر تقول العبد لله هو المواطن الوحيد في هذه اللجنة الانتخابية الذي أدلى بصوته دون بونات وتقدر تقول البونات هي القوة التصويتية الوحيدة وتقدر تقول هذا برلمانات البونات وهؤلاء نواب البونات أو ما بات يعرف باسم المال السياسي كلمة البونات ببساطة تعني أن هو ورقة تستطيع أن تأخذ بعد ما تدلي بصوتك مال 100 جنيه أو حتى تأخذ بعض الأمور العينية لصالح مرشح من قبل مرشح ما أستاذ عادل سليمان تعليقك على ما على المشاهد التي عرضناها وعلى العملية الانتخابية برمتها في مصر ماذا تقول؟ لم يتبقى في مصر من الانتخابات سوى الرشاوي الانتخابي على مدار الانتخابات من قبل يناير ويمكن كنت بنزل كمتابع انتخابات من 2005 وموجود رشاوي انتخابية بالطبع موجود استمارة دوارة موجود تسويد موجود بونات موجود أغذية موجود مقابل عيني بيدفع للناس ولكن كان هناك منافسة انتخابية بين مرشح وآخر حتى كان هناك تنافس في توزيع البونات مين بيدفع أكثر أو مين بيدي أكثر أو مين بيقدر يعمل نقل جماعي الناخبين أكثر كان هناك انتخابات وبها فساد اليوم المشهد فساد دون عملية انتخابية قائمة موحدة كل من على هذه القائمة هو بالطبع فائز لأنه لا يوجد هناك منافسة ومع ذلك لا يوجد ناخبين ويتم شراء ناخبين لأخذ شرعية عملية التصويت وكأن هناك انتخابات يعني بيتم حشد الناخبين عشان يكون هناك انتخابات لكن لا توجد انتخابات لم يعد الانتخابات في مصر سوى مشاهد التزوير وفقط نعم. أو الحشد ما نقدرش نقول تزوير يا أحمد بالأمانة يعني حشد الناخبين نعم شكرا جزيلا أستاذ عادل سليمان المحامي والناشط السياسي كنت معي عبر سكايب من اسطنبول وعايز أعرف رأيك باختصار أيضا سيد رجب هلال حميدة في مشاهد اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب في مصر هو كما تفضل ضيفك الأستاذ عادل قائلا أن الرشاوى الانتخابية أو دغدغة مشاعر الناخبين بكل وسائل الإغراء ليست حديثة ولكنها مستمرة منذ أكثر من 40 سنة يحاول كثير من المترشحين
الذين لا يملكون قواعد شعبية حقيقية وتنظيم قوي ودفع للجماهير أن يستخدموا الرشاوى الانتخابية، إما في شكل حقائب تمتلئ بالأغذية أو تقديم أموال إلى آخره. هذا الأمر لم يقتصر على حزب بعينه، إنما للأسف الشديد غالبية الأحزاب وغالبية الذين شاركوا في العمليات الانتخابية ساهموا في هذا الأمر وساهموا في انتشار هذه الظاهرة التي ينبغي أن تحاصر قانونا، لأن القانون وضع ضوابط كاملة لمن يضبط بأنه يغري الناخب بأي وسيلة إغرائية أن يتم شطبه بعد اتخاذ الإجراءات الكاملة. ما زلنا يا سيدي في عالمنا العربي كله نعاني ضعف الممارسة الديمقراطية الحقيقية، ما زلنا نعاني مشكلات اجتماعية تنعكس بالسلب على أداء المواطنين. آسف للمقاطعة لكن يبدو أن الوقت انتهى بالفعل سيد حميدة، وأنا آسف للمقاطعة مرة أخرى. رجب بلال حميدة البرلماني المصري السابق كنت معي عبر الهاتف من القاهرة، وفي نفس السياق تنضم إلينا عبر سكايب من نيوجيرسي سيدة مريم جرجس وهي ناشطة سياسية عضو مؤسس في حركة قادرين. أحييك مريم، هل تعتقدين أننا بصدد برلمان مصري أفضل حالا من البرلمان السابق الذي على ما يبدو يعني أصدر أو أقر تشريعات أو مثل مسألة تيران وصنافير السعودية وغيره، من الممكن أن يكون القادم أفضل من السابق أم لا؟ مساء الخير. لا، البرلمان ده زي البرلمان السابق زي البرلمان اللي قبله واللي قبله واللي قبله، ما فيش حاجة بتتغير في مصر. أنا شايفة أن كل شيء بيحكمه شخص واحد أو مؤسسة واحدة هي مؤسسة الجيش، ولذلك ما فيش حد قادر يعمل شغله أو هيقدر يعمل شغله بطريقة سليمة طول ما كل حاجة في البلد ممسوكة بمؤسسة الجيش. اللي بيدخلوا لازم يتم موافقة عليهم وما بيقدروش يعملوا اي حاجه هم عايزينها، لازم يجي لهم اوامر يعني او ياخدوا اذن. فلا، مش شايفاه افضل، شايفاه نعم. مريم، على ما يبدو ان النظام استطاع من وجهه نظر البعض ان يؤمم الحياه السياسيه تماما، وبالتالي حتى ما في معارضه، اما المعارضه في السجون والمعتقلات او مختبئه بشكل او باخر. هذا المشهد الى اين يؤدي من وجهه نظرك؟ هيؤدي الى انفجار من وجهة نظري، ده اللي انا شايفاه. يعني من غير حياة سياسية، من غير احزاب، ومن غير معارضة، ومن غير ناس تقول رأيها عشان النظام ده يقدر يحسن من نفسه، لان المعارضة بتساعد اي حد في السلطة انه يحسن من نفسه، انا مش شايفاها حاجة وحشة. فبدون ده صوت الناس مش واصل، يعني كل الناس بتعاني منه مش بيوصل أو مش بيتصلح. نعم. فأفتكر أنه هيؤدي للانفجار. نعم. شكرا جزيلا مريم جرجس الناشطة السياسية عضو مؤسس في حركة قادرين، كنت معي عبر سكايب من نيوجيرسي. وما زلنا مع مصر، جائحة التسريبات تضرب من جديد.